السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة بالنسبة للمرحلة الرابعة المستوى الخامس ابتدائي مادة النشاط العلمي. اليوم غادي ندير إن شاء الله النموذج رقم واحد من فروض مادة النشاط العلمي. إذا كما عودتكم مدة الإنجاز هي 45 دقيقة، عندي 4 ديال الأنشطة هنا. إذا كنرحب بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، كنرحب بك وأدعو شكرا للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. بالنسبه للمتتبعين الاوفياء اللي دائما متابعين القناه ديالي، كنرحب بكم مجددا وكندعوكم انكم تزيدوا تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والصديقات ديالكم. هذا الفيديو ليكم، مرحبا بكم. اذا كما قلت لكم اليوم غادي نديروا النموذج رقم واحد في ماده النشاط العلمي. عندي 4 ديال الانشطه، نشاط باللغه الفرنسيه و3 ديال الانشطه باللغه العربيه. نبداو بالنشاط رقم واحد. دونك جي كرو اون فراز كوريكت اون اوتيليزون لي مو سيفونت. دونك اش غادي ندير؟ غادي نكتب واحد الجمله صحيحه باستعمال الكلمات التاليه. عندي لا فيكونداسيون اللي هي الاخصاب، الاخصاب سبيرماتوزويد تادير الحيوان المنوي، l'ovule c'est-à-dire البويضة، l'oignon c'est-à-dire الاتحاد، d'un et d'un et. d'accord. donc هاد الجملة on va commencer par la fécondation. la fécondation الإخصاب، la fécondation. donc نحيد la fécondation. la fécondation est. la fécondation est le verbe. d'accord. et l'union هي اتحاد، لونيون هي اتحاد ماذا مع ماذا؟ اتحاد دونك اي لونيون دان سبيرماتوزويد، سبيرماتوزويد اي دان نوفول، اي دان نوفول. داكوغ. Donc la fécondation est l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. Al-irsab hi ittihadu hayawan manawi ma'a al-buwayda. مفهوم؟ وغادي نكون درس التمرين رقم واحد وربحت نقطة واحدة. داكوغ؟ لأن هو تمرين سهل جدا. ندوزو النشاط رقم اثنان. أملأ الفراغات بما يلي: البويضات، أسدية، المئبر، تويجية. النشاط رقم اثنان عليه 4 ديال النقط. غادي نملأ هاد الفراغات، عندي 4 ديال الفراغات وعندي كذلك 4 ديال الكلمات غادي نعمر بها. تتكون الزهرة من مدقة، إذا الزهرة، الزهرة كتكون من المدقة وشي حاجة أخرى وأوراق كأسية وكذلك شي حاجة. يحتوي المبيض، المبيض يحتوي على شي حاجة، ويحرر حبات اللقاح عند النضج. مزيان. إذا من ماذا تتكون الزهرة؟ تتكون من مدقة وأسدية وأوراق كأسية وتويجية. يعني كتكون من أوراق كأسية اللي كتكون عبارة عن كأس وأوراق ديال التويج. داكوغ. أها. يحتوي المبيض على، من ماذا يحتوي المبيض؟ يحتوي على البويضات. دونك على مستوى المبيض كيكون كاين البويضات. ويحرر حبات اللقاح عند النضج. شكون هو اللي كيحرر حبات اللقاح عند النضج؟ هو المئبر. المئبر، المئبر هو اللي كيحرر حبات اللقاح. داكوغ. حبات اللقاح. بهذا غادي نكون كملت هذه الجمله. اذا تتكون الزهره من مدقه واسديه واوراق كاسيه وتويجيه، حيث يحتوي المبيض على البويضات ويحرر المئبر حبات اللقاح عند النضج. مفهوم؟ اذا عمرنا كل كلمه في بلاصتها بالطريقه الصحيحه. جيد. غادي ندوزو الان الى النشاط رقم ثلاثه. نشاط رقم ثلاثة هو كالتالي، عليه 3 ديال النقط. ميز الأعضاء التناسلية الأنثوية من الذكرية. إذا عندي أعضاء تناسلية ذكرية وعندي أعضاء تناسلية أنثوية، غادي نميزهم. صافي، غادي نصل بسهل. مزيان. عندي مبيض، خصية، قناة منوية، رحم، وقناة مبيضية. بالنسبة للأعضاء التناسلية الذكرية، غادي نبداو بالأعضاء التناسلية الذكرية. إذا المبيض هل هو عضو تناسلي ذكري أم أنثوي؟ الخصية هي عضو تناسلي أنثوي أم ذكري؟ قناة منوية كذلك، والرحم وقناة مبيضية. إذا بالنسبة للأعضاء التناسلية الذكرية عندنا خصية، عندنا قناة منوية، هادو بجوج أعضاء تناسلية ذكرية. بالنسبة للأعضاء التناسلية أنثوية عندنا مبيض
على مستواه كيتم انتاج البويضات او البويضات. بالنسبه العضو اخر لدينا الرحم والقناه المبيضيه، على مستواها كيتم نقل البويضات. صافي. اذا اعضاء تناسليه ذكريه كاين خصيه وقناه منويه، واعضاء تناسليه انثويه كاين مبيض رحم وقناه مبيضيه. مفهوم. بقى لي نشاط اخير وهو النشاط رقم 4، كما عودتكم كندير فيه صحيح او خطا، يعني اجب بصحيح او خطا. لدي مجموعه من العبارات هنا وهنا لدي صحيح او خطا. اذا كانت العباره صحيحه اكتب صحيح، واذا كانت العباره خاطئه اكتب خطا. مفهوم. اذا عندي 4 ديال العبارات هنا. التكاثر الخضري يزيد من سرعه انتشار النباتات. لا تلعب المدقه اي دور في توالد النباتات الزهريه. يتحول مبيض الزهره الى ثمره بعد الابر. تحول البويضه لبيضه لا يحتاج الى حيوان منوي. اذا هذوما 4 ديال العبارات اللي عندي هنايا، غادي نقول واش صحيح ولا خطا. نبداو بالعباره رقم 1، التكاثر الخضري يزيد من سرعه انتشار النباتات. اذا هذا التكاثر الخضري كيزيد من سرعه انتشار النباتات، والعباره صحيحه. مفهوم. اذا شنو غادي نكتب هنايا؟ غادي نكتب صحيح. صحيح. صافي. العباره الثانيه، لا تلعب المدقه اي دور في توالد النباتات الزهريه. اذا هذه العباره هذه راها خطأ. علاش؟ لان اصلا المدقه والاسديه هما العضوان الاساسيان في التوالد الجنسي عند النباتات. داكوغ، هما الاعضاء الجنسيه بالنسبه للنباتات الزهريه. مفهوم. اذا هذه العباره ديال لا تلعب المدقه اي دور في توالد النباتات الزهريه هي عباره خاطئه. مفهوم. العبارة الثالثة، يتحول مبيض الزهرة إلى ثمرة بعد الأبر. إذا المبيض كيتحول إلى ثمرة، داكوغ، إلى ثمرة بعد عملية الأبر. نعم، لأن العملية ديال الأبر هي ماذا؟ هي نقل حبات اللقاح من الأسدية إلى المبيض، حيث تلتقي مع البويضات فتعطينا ثمرة. مفهوم. إذا كيتحول من مبيض ديال الزهرة إلى ثمرة بعد الأبر. إذا هي عبارة صحيحة. صحيح. العبارة الرابعة والأخيرة، تحول البويضة لبيضة لا يحتاج إلى حيوان منوي. إذا عندي بويضة هنا، باش تحول لي إلى بيضة ناضجة، يعني بيضة، ما غيتمش التدخل ديال واحد الحيوان منوي. إذا هنايا عبارة خاطئة. لماذا؟ لأنه ضروري خصنا واحد الاتحاد ديال البويضة مع الحيوان المنوي لكي نحصل على بيضة التي تتحول إلى جنين. مفهوم. إذا العبارة تحول بويضة لبيضة لا يحتاج إلى حيوان منوي هي خاطئة، بل هي تتحول البويضة لبيضة مع التقاء البويضة بالحيوان المنوي. إذا العبارة الأولى، التكاثر الخضري يزيد من سرعة انتشار النباتات، هي عبارة صحيحة. لا تلعب المدقة أي دور في توالد النباتات الزهرية هي خاطئة، لأنها تلعب دور مهم في توالد النباتات الزهرية. يتحول مبيض الزهرة إلى ثمرة بعد الأبر، إذا هي عبارة صحيحة. نعم، إذا بعد نقل حبوب اللقاح إلى المبيض تتحول أو يتحول المبيض إلى ثمرة. مفهوم. والعبارة الأخيرة، تحول البويضة لبيضة لا يحتاج إلى حيوان منوي، بل بالعكس يحتاج إلى حيوان منوي لكي نحصل على بيضة ناضجة. وبهذا غادي نكون كملت الفيديو ديال اليوم اللي كان خاص بفرض من فروض المراقبة المستمرة بالنسبة للمرحلة الرابعة المستوى الخامس ابتدائي مادة النشاط العلمي. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.